السلام عليكم ورحمه الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم على خير؟ مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوني. فيديو ديال اليوم عباره على روتين ديال اليوم كامل، غادي يعجبكم ان شاء الله. ويلا نبداو على بركه الله. واخيرا غادي نحيد هذا الورق هذا لانه تكرفص بزاف، تقطع كما شفتوا، حيت كنقرض عليه صراحه ما كنحاولش عليه، وجافيل تمسح. فبديت كنحيدو، قلت غنصور لكم. بالنسبه للاخوات اللي سولوني عليه، صراحه زوين، واعر واعر، عرفتوها نتوما. انا دابا كنحيدو تحت منه نقي، ما كاين لا غموله لا حتى شي حاجه، حيت كنت شفت واحد الفيديوهات ديال بعض الاخوات كانوا حيدوه لقاو تحت منه هنا كحل والريحه خايبه. انا صراحه ما لقيت هذا المشكل هذا، بديت كنزولو فقط لانه تقطع ليا من شي بلايص. هو ما كيبغيش انكم تستعملوا فوق منه شي حاجه حرشه، يعني حاده بحال هكا الموس السكاكينه، كلا خصو تستعملوا القطعه وما تستعملوش ليه جافيل، حيت كيتمسح ليه هذاك هاد الزخرفه، هاد الرخام، هاد زعما هاد الزواق ديال الرخام اللي فيه. اما من غير داكشي راه واعر وكيصبر للسخونيه. انا دابا راه تنحط عليه عادي، المهم انا غادي نزولو وغادي نشارك معكم الاخر اللي غادي ناخذ. هانتوما شوفوا هنايا، باقي زوين، باقي مقاد. صراحه ما كيعجبنيش هذا الرخام اللي عندي، ما عرفتش علاش، ما كنتفهمش انا وياه، كيجي الالوان ديالهم مغموقين وبالتالي ما كيبانوش مزيان في التصوير. المهم انا هنايا غادي نحيد هذا كامل ونرجع معكم. واول حاجه غادي نبدا بها هي هاد البوطه هادي اللي عرفتو حالتها راه كتشفي كما كيقولوا. عرفتو راه شي جوج ديال السيمانات وما قصتهاش نهائيا، فجبت لي هذا المنظف السحري هذا اللي صراحه الا عرفتو الا نقى هاد الشيء راه ما عندي ما نقول، راه واعر واعر بزاف. المهم رشيتها وغادي نخليها ترقد واحد شويه وندوز لمولاتي الثلاجه حتى هي خويتها كامله، وغادي نحيد لها هاد لي زيطاجير هادو باش نقيهم، لان حتى هي تكرفصات واحد التكرفيصه يا سلام. المهم غادي نغسلهم، انا ما كيبردش ليا قلبي الصراحه، غنمسحهم ضروري، نغسلهم بالحلفه والصابون. وبالنسبه للثلاجه كنستعمل ليها مؤخرا الخل، ماشي الخل العادي ولكن الخل الخاص بالتنظيف، غادي تلقاوه في بيم اولا في الاسواق الكبرى. هذا واعر، علاش؟ حيت فيه كميه من الكحول، يعني كينظف وكيعقم في نفس الوقت. وبالنسبه للريحه ديالو راه ما كتشبهش نهائيا لريحه الخل، يعني ريحه ديالو زوينه مقبوله. كنمسحها كبشي شيفون يكون مقطن او لا ميكروفيبر، كنمسحها مزيان مزيان، وانا صراحه ما كنطفيهاش، يعني كنحاول يعني نمسحها بالزربه وصافي ونخليها خدامه. كاين الناس اللي كيطفيوها، المهم انا غير كنعكز وصافي. اما هي من الافضل انكم تطفيو الثلاجه تمسحوها وعاد باش ديك الساعات تشعلوها. من بعد صافي ضربتها لي بواحد المسحه، يا سلام. من بعد هاد الاكسسوارات والمنظمات وكل شيء ضربت عليه بغسله وخليتهم يتقطروا، وصافي غادي نرجعهم ليها في الثلاجه. ها هي مسحتها مزيان، رجعت ليها لي زيطاجير ديالها والاكسسوارات ديالها، المجر وكل شيء. تنقى الريحه ديال الخل، ما مجهداش نهائيا كما قلت لكم، داك الخل فيه الكول فكيعقم كذلك، وكيحافظ ليها على اللون الابيض ديالها. واحد النصيحه باش تحافظوا على الثلاجه ديالكم، دابا راني شعلتها وغادي نخليها واحد الساعه خاويه، ما غاديش نحط فيها حتى شي حاجه حتى كتبرد مزيان، عاد باش كنعمرها نرد ليها المسائل ديالها. فالا غسلتوها ونشفتوها يعني مباشره وضعتو فيها يعني داكشي اللي كان فيها الخضره وداكشي، فهي كتكون سخونه، وزائد انكم كتعمروها فكتجهدوا ليها على الموتور ديالها، وممكن انها يعني تخسر ويسكت ليها الموتور وتضيعوا فيها. فهذه نصيحه باش هكا تبقى لكم ثلاجتكم مزيانه، خليها دابا تتبرد مزيان عاد باش غادي ندوز نرد ليها المسائل ديالها. صافي من بعد رجعت ليها داكشي اللي كان فيها، رجعت ليها المنظمات ديالها. بالنسبه لهاد الدرج هذا اللي كندير فيه الخضره والفواكه، وهنايا حطيت هذوك القريعات اللي دايره فيهم الشيفلور مصبر باش يبقاو باردين، باش هكا بغيتهم السلطه يكون بارد. بالنسبه لهاد المجيرات هادو صراحه زوينين بزاف بزاف، كينفعوا معمرهم هنايا بداكشي داكشي الصغيور، داكشي الشوكولا وداكشي ديال الحلوى. وهنايا في هاد الدرج هادي دايره فيه الزبده، الفرماج، الكونفيتير، المهم دوك القرعات الصغار اللي كيرونوا الثلاجه. وبالنسبه لهاد المنظمه هادي جمعت فيها هاد القريعات هادو اللي فيهم الربيع، الحامض، الفلفل المرقده، باش هكا ما يشدوش ليا بلاصه في الثلاجه. صراحه المنظمات راهم زوينين وصحاح
وفي نفس الوقت يعني كيعطيو منظر الثلاجه ضروري من جميله في الثلاجه. بالنسبه لهذا الفرماج اللي كنت شاركت معكم شحال هذه اللي كنت وريتكم طريقه الاحتفاظ بها، هو باقي عندي غير في الثلاجه، ما كيخسر ما كيغمل ما والو، وصراحه عاملي بزاف في الاستعمال. رجعت البوطه من بعد ما خليتها هذه المده كامله حتى نقيت الثلاجه، لقيتها رطبت مزيان مزيان، ودغيا دغيا داك الدهون كما كتشوفوا كيتحيدوا، راه دغيا دغيا ما كيعدوش نهائيا. هانتوما غتشوفوا معايا يعني غير تدويزه بحال هكا كيبداو يحيدوا دوك القشور، نتوما شفتوا دغيا دغيا. بالنسبه لهذاك المنظف الاسم ديالو جولدار، وكاين في بيم يعني موجود ديما فين ما مشيت تلقاه. صافي نتوما تدويزه خفيفه، ومن بعد كنعاود بالحلفه مع الصابون وصافي كنمسحو، راه كيتنقى. ايوا قولوا لي على سلامتك رجعت نقى. صراحه هذاك البرودوي فعال بزاف بزاف، واخا يكونوا الدهون كما شفتوا لي صعاب، وكانوا هنايا عرفتوا واحد الحاله، المهم راه شفتوا صراحه زوين وكنقي. غير هو ما ديروش بحالي، استعملوا لي غون، وبالنسبه للريحه حلو هكا شي شرجم حداكم. وانا دابا عارفه راسي غادي نشطن، وعندي تماره بزاف حيت غادي نبدا في تحضيرات رمضان ان شاء الله، وغادي نستعمل البوطه بزاف، فغادي ندير لي بابي الومنيوم فما باش كنتهنى عليه. بالنسبه لهذاك البرودوي رشو حتى على الحديدات ديال البوطه، راه كيتحيد منهم دوك الدهون. هنايا غادي نصوب واحد الطويجين والدجاج اللي كنت شاركت معكم في الفيديو اللي قبل، اللي ما شفتوش تمشي تشوفوا راه عفتو واعر واعر. المهم هنايا كنت شاركت معكم مجموعه من التتبيلات، ها هما في هاد البواط هادو هنايا وهنايا. المهم كنت شاركت معكم قطع ديال الدجاج، كل جزء من الدجاجه التتبيله ديالو، الصدر بوحدو، الفخيطات بوحدو، الجني بوحدو، كلهم. وهنايا جبت مورسو من الطريفات اللي خليت للطاجين، غادي تشوفوا معايا كيفاش كيجيو. وهنايا الفخيضات، وهنايا فرشت البصيله ودرت فيها هاد الطريف هذا ديال الفخذ اللي مشر من متبل واجد بالحامض ديالو بالثومه ديالو بكلشي ليه، كيجي عرفتو كيجي منسم بنين بنين بزاف. فرشت ليه البصيله وغادي ندير الخضيره ديالي، كيجيني صراحه عملي وميسر. وهادي فرصه نشارك معكم الطاجين ديالي، ما عمري صراحه ما شاركته معكم في القناه. طاجين عادي ديال الخضره، طاجين يومي وصافي سبيل المشاركه وصافي. بالنسبه للدجاج قد ما بقى مشرمل عرفتو راه كيجي بنين، احسن من انه يعني ديروا ليه غير العطريه من الفوق، هكا كيجي رائع. كنصحكم توليو تعتمدوا هذه الطريقه هذه، تاخذوا الدجاج تقطعوه وتشرملوه مره واحده وديروه في المجمد، كيجي كيهني الصراحه. المهم هنايا درت الجزر من تحت طبعا، وغادي نزيد في البطاطا. بالنسبه للدجاج كندير يعني حتى كنقادو ما كنشحرو ما والو، ديريكت كنستف الخضره وكنعاد باش كنشعل عليه الجبانه طبعا. وغادي نزيد البصيله، هاد البصيله كتدغمر وكتخلي ديك المريقه ديال الطاجين تكون يعني خاطره. وغادي ندير الربيع، شوفوا لي على الربيع، شوفوا شوفوا اللون، شوفوا ما شاء الله الخضوريه والطراوه وما كيخسر ما والو. ونديرو من الفوق شويه ربيع، صافي غادي نزيد واحد الرشه ديال العطريه من الفوق غير شويه، ان الدجاج ديجا فيه عطريه غير الخضره وصافي. خبون سكين كبير ولي بزار، شويه الملحه، ما كنديرش انا نهائيا مطيشه في الطاجين، وزويته بلديه من فوق الخضره صافي. وغادي نسد عليه باش يطيب.
وباش نقتصد في الوقت قررت انا نوجد الطاجين ديال العشاء، واحد الطاجين اللي زوين اللي كنديرو مره مره صراحه. الا لقيت الكروفيت رخيص كنجيبو كندير بها الطاجين هذا اللي الاسم ديالو بيل بيل، كيجي رائع رائع جدا. المهم انا خديت مطيشه اللي غادي نحكها في الحكاكه الغليظه كيف ما كتشوفوا، زولوا ليها القشور، زولوا ليها عفوا الزريعه، غنزيد عليها زيت الزيتون، ضروري مزيت الزيتون، واحد الملعقه ديال الثومه اللي مطحونه، اولا حكوا واحد ثلاثه ديال الدروس ديال الثومه، قزبر ومعدنوس مفرومين، شويه ديال التحميره، شويه ديال الابزار، وغادي نديرها فوق البوطه. غنزيد ملعقه صغيره ديال مركز الطماطم، غادي نحركها مزيان ونخليها حتى تغلى، ويعني ديك لاصوص طيب لينا. من بعد ما طابت لاصوص وعقدات كما كتشوفوا، يعني خليوها حتى تنشف مزيان من الماء، خديت هنايا واحد الرابعه ديال الكروفيت او القمرون اللي خويت عليه الماء غليان وصفيته، طبعا منقي وكل شيء. بالنسبه للماء غليان غير باش ما كيتكمش وكيصغر الحجم ديالو، هذاك الماء غليان كيخلي يبقى في الحجم ديالو. صافي خليته ما كياخذش بزاف الوقت صراحه، ما تخليوش يطيب بزاف باش ما يجيكمش يعني كيتجبد بحال لاستيك، غير شويه 15 دقائق صافي طفيو عليه. وزيدوا هنايا واحد الخويط ديال زيت الزيتون، كيجي بنين بزاف هذا الطاجين هذا، ننصحكم تجربوه. الا لقيتو كروفيت رخيص خذوه، انا هذا النهار كنت لقيتو غير ب 50 درهم الكيلو، فجبت منه واحد شويه ودرتو. ايوا البوطاجي اولا المطبخ ديالي بعد ما حيدت ليه هذاك الورق، هذا هو الشكل ديالو كما كتشوفوا. انا بصراحه ما كيعجبنيش نهائيا هكا، عطوني رايكم واش نغلفو اولا نخليه بحال هكا، المهم حتى تعطوني رايكم شنو حسن. وبالنسبه للعلاقه ديال العطريه ها هي فين دايره، دايرها هي وهاد العيبه هادي حاطه فيها الزيت. المهم صراحه قضيه الغرض لانه البوطاجي عندي صغير فما كنبقى حاطه فيه حتى شي حاجه، يعني كنخويه بالمره.